شكرا لك عم علي، ان شاء الله في الحلقه القادمه نحكيو على سجن الناظور ونمشيو لسجن الناظور ان شاء الله. شكرا لك عم علي، شكرا اعزائي المشاهدين على المتابعه والاهتمام، نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله من برنامج كبارنا، الى اللقاء، مشاهده طيبه لبقيه برامج تلفزه تي في. لكن يعدي لي يقول لي هاني مركب زوج لطف عليك وحاد، اما ناخذ دواء واحد نعيش بالدواء وحدي، البلافيكس 165 كل شهرين نعمل من باكو 165 دينار، ما نلقاش منين حتى باش مش الناس ماكليني اللي انا خاطر ومصر ما يجي من قبل رئيس من قبل ما يولي رئيس، انا كنت ناكله في العصا مع بعضنا والخبز الشايح الاثنين، العصا والخبز الشايح مع بعضنا، كان خو في الحبس خو اسلامي خو مصر مرزوق اسلامي؟ اسلامي شد في قضيه اسلاميه تحكم بعامين توا شيف اللي لقيت وين طلعت على اسمي ولا لا؟ ما تعطيني شيء؟ لا والله لا. لا والله لا. يعني تصور انت ما طلعتش على اسمي؟ جامي جامي الحلال لا. ما تصوروش تخرجوا نهار كتاب اسود زعما؟ لا لا لا. جو بروفيت تويكا تويكا اللي انا تو باش تخليني نقول كلام معناه. اي قول مسج. ما عنديش حتى باش عملية اللي عملها مصر لا ما 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 ما, ما تعجبنيش. اي ما تعجبنيش. طرابلسية عملت فيهم. شنو عملت فيهم؟ معناها قلت كلمتي فيهم. قاومت. اما مش تو. لا ابقى القضايا دبر راسه. الضرب في الجيف حرام. من علي عملت فيها اما مش تو. الوقت نحب نبني تويكا. نحب نعيش راس في الله. انا كشعب تونسي مش علي بن سلمي. لا سفيني علي بن سلمي. طفى عليك مازال في البركة. اللطف عند دخل اللطف هو. مازال في البركة. قالت لي نمشي وسجن الناظور، قلت لها ان شاء الله.